الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين ونتوكل. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة على بركة الله تعالى. أعلنت انطلاقة الشوط الخامس عشر للقعدان المحليات الأصايل 8 كيلومترات، هي المسافة التي قررت لهذا الشوط ولهذه الأشواط المسائية ضمن هذا الختامي الكبير، ختامي المرموم 2018. أتابع الأسماء، أتابع الشعارات التي بدأت في الانطلاق، بدأت في الاندفاع مع مقدمة هذا الشوط. أتابع الذيب، من يأتي مع المركز الأول؟ حمد بن معيوف بن محمد العامري مقدما لنا الذيب. الذيب مع المركز الأول، الذيب مع الانطلاق والتحدي، الذيب. بينما المركز الثاني القادم في هذه اللحظات مياس عبيد بن سيف بن حمد بن ماجد، من يتقدم في هذه اللحظات مع مياس بالفعل المزروعي متقدما في هذه اللحظات. المركز الثالث، القدوم في هذه اللحظات، الانطلاق، وصل منبع في هذه اللحظات، حمد بن راشد بن حمد الدرعي يقدم منبع مع المركز الثالث. المركز الرابع القادم مع المركز الرابع في هذه اللحظات، ويتسلل وينطلق مع هذا الانطلاق. أتابع في هذه اللحظات الواعي 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 مطر بن سالم بالمر العامري متقدما لنا الواعي مع المركز الرابع. المركز الخامس، الوصول من ممسوح، مسموح وإن كان ينطلق في هذه اللحظات بالفعل مسموح، سعيد بن عبيد بن إبراهيم بن راشد المنصوري مع المركز الخامس. المركز السادس القادم في هذه اللحظات راهي 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 محمد بن الشيخ بن عوض بن أحمد الدغاري، من يأتي في هذه اللحظات منطلق مندفع مع راهي بالشكل الراهي بالأداء الراهي بالشعار الراهي، يأتي راهي مع سادس المراكز. المركز السابع وصل في هذه اللحظات وتقدم أرسلان يأتي في هذه اللحظات، زعل بن محمد بن حمد الجمري بالفعل يأتي في هذه اللحظات. المركز الثامن، الوصول الانطلاق من أحلال عبيد بن علي بن سليم الجنيبي يأتي في هذه اللحظات، وتاسع المراكز وتاسع الشعارات القادمة في هذه اللحظات. نتابع ونراقب القادم في هذه اللحظات، شاهين علي بن سالم بن علي بن سليم الاكتبي، وكذلك المركز العاشر الذيب يأتي في هذه الانطلاقة وهذا التحدي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أتابع حمد بن معيوف بن محمد العامري يأتي في هذه الانطلاقة، أسماء قادمة وشعارات واصلة. النداء الأول انقضى في هذه اللحظات. متابعين الكرام، مشاهدينا الأعزاء، يا من تتابعون هذه الأحداث الهامة، هذه الأحداث الكبيرة التي تدور رحاها بين حنايا هذا الميدان، ميدان المرموم، تحفة ميادين سباقات
الهجن العربية الأصيلة. نعود إلى مقدمة الشوط للي غير واستلم زمام الأمور. منبع 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 حمد بن راشد بن حمد الدرعي مقدما لنا منبع مع المركز الأول. منبع السبق منبع منبع التحدي منبع بشعاري الكبير بشعاري المميز ينطلق في هذه اللحظات. منبع بينما المركز الثاني القادم راهي محمد بن شيخ بن عوض بن أحمد. من يتقدم مع راهي؟ راهي التحدي راهي قادم مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث الواصل في هذه اللحظات والمنطلق أتابع علال 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 يأتي في هذه اللحظات. عبيد بن علي بن سليم الجنيبي يأتي بهذه الانطلاقة ولكن رابع المراكز اللي تسلل مياس أحمد بن عبد الله بن ضاحي آل بو عميم يأتي بهذه اللحظات. آل بو عميم العميمي بالفعل من يأتي في هذه اللحظات وهذا الانطلاق. المركز الخامس الوصول مرحب وصل وصلكم مرحب مرحبا بمرحب أحمد بن مطر بصقر المنصوري مقدما مرحب. المركز السادس القادم أرسلان أرسلان زعل بن محمد بن حمد الجمري يتقدم الجمري وينطلق مع انطلاقته مع المركز السادس. المركز السابع الوصول التحدي من الواعي مطر بن سالم بالمر العامري بينما المركز الثامن في هذه اللحظات الذيب قادم حمد بن معيوف بن محمد العامري. والمركز التاسع القادم في هذه اللحظات المنطلق نتابع ايضا في هذه اللحظات حضات أتابع أيضا انطلاقة هذا الشعار المميز هذا الشعار الكبير. أسماء وشعارات بدأت تنطلق وتندفع. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الشعارات وعلى هذا الانطلاق. أتابع اليازي فلاح بن راشد بن خميس بن عابد المهيري قادما في هذه اللحظات ولكن نعود إلى مقدمة الشوط لوحة الثلاثة كيلومترات الثلاثة كيلو ما تفصلنا عن خط النهاية ما تفصلنا عن الناموس والصراع ما بين راهي ما بين منبع منبع وراهي. يا سلام يا سلام يا سلام ما زال مع الصدارة ما زال مع المركز الأول يتمسك بالانطلاق الممتاز يتمسك بالاندفاع الممتاز مع المركز الأول ومع الصدارة. راهي 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 يا سلام محمد بن شيخ بن عوض بن أحمد الدغاري قادم ومنطلق مع المركز الأول مع الصدارة مع راهي التحدي مع راهي البطولات ولكن التغيير. يا سلام منبع 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 حمد بن راشد بن حمد الدرعي مقدما لنا منبع. بدأت المعركة بدأ الصراع ما بين منبع ما بين راهي ما بين منبع ما بين راهي القادم ايضا والمنطلق في هذه اللحظات مياز احمد بن عبد الله بن ضاحي. الله الله أتابع أيضا الانطلاق مع المركز الرابع. يا سلام يا سلام أتابع هنا عبيد بن علي الجنيبي يأتي بهذا الانطلاق وهذا التحدي. يا سلام المركز الخامس الذيب بدأ يتدخل بدأ ينطلق الذيب حمد بن معيوف بن محمد العامري. يا سلام والقادم أيضا الذيب أيضا محمد بن سيف بن ماجد المزروعي ولكن
ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى هذه الأسماء، إلى راهي 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 مع المركز الأول، راهي مع التحدي، راهي بالفعل، راهي محمد بالشيخ بن عوض بن أحمد من يأتي بهذا الانطلاق، راهي والشكل راهي والسبق راهي والأداء راهي حتى هذه اللحظات مع راهي الفوز 600 متر. يا من تتابع يا من تراقب القادم أيضا من الجانب الأيمن، وصل مياس أحمد بن عبد الله السلوب الضاحي، يا سلام علي بن عامر المدوشي، من يتابع هذا الشعار المدهش الصغير، يا سلام والأداء كبير يا المدهش، وأيضا القادم وصلكم في هذه اللحظات أرسلان يأتي مع زعل بن محمد بن حمد الجمري، وصل وصلكم في هذه اللحظات وتقدم بالأداء 1200 يا مراقبين يا متابعين، الأداء مع مياس أحمد بن عبد الله بالضاحي العميمي، الله 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 يا مياس، سلالة مياس وإبداعات مياس مع الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير والانفراد تلقائي من مياس، الإبداع الله مشكور يا المدهش على هذا العرض على هذا الأداء المميز، ولكن الجمري بدأ يقترب بدأ ينطلق مع انطلاقة هذا الشعار أرسلان زعل بن محمد بن حمد الجمري، ولكن مياس 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 مع السبق مياس مع الانتصار مياس، ولكن وصل أرسلان أرسلان بدأ يرسل شارات التهديد إلى مقدمة الشوط، معاك يا الجمري 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 الجمري، اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة، مياس أرسلان أرسلان مياس، الأمتار المجنونة الأمتار الأخيرة أرسلان مياس مياس، العميمي الجمري الجمري، ولكن سلام حتى هذه اللحظات مع مياس مياس، يا سلام سلام يا زعبي سلام سلام يا زعبي سلام، مشكور يا المدهش الصغير، الأداء كبير الأداء مميز الأداء فاخر الأداء عملاق مع مياس وسلالة مياس، تانينا تانينا والناموس أحمد بن عبد الله بن ضاحي على هذا الفوز المميز والكبير، المركز الثاني. وصل أرسلان زعل بن محمد بن حمد الجمري المركز الثالث، وصل متابعينا الكرام شاهين ملك راشد بن سعيد بن متعب بن شريم المري المركز الرابع، وصل متابعينا الكرام هملول ملك محمد بن فرج بن راشد بن عبيده منصوري والمركز الخامس، وصل متابعينا الكرام الذيب ملك حمد بن معيوف بن محمد العامري، التوقيت الزمني ولحظات وصول مياس الى خط النهايه قاطع المسافات 8 كيلو مترات 12 دقيقه 54 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس لاحمد بن عبد الله بضاحي على هذا الفوز المميز والكبير، المركز الثاني ارسلان ملك زعل بن محمد بن حمد الجمري، توقيت 12 دقيقه 56 ثانيه 5 اجزاء من الثانيه، بينما المركز الثالث كان الوصول من شاهين راشد بن سعيد بن متعب بن شريم المري، والتوقيت ولحظات وصول شاهين الى خط النهايه 13 دقيقه 3 ثواني بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لجميع الاخوان الفائزين. هكذا مشاهدينا.